بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم بعفوه من النار، آمين. ثم ما بعد، فلا يزال حديثنا عن موضوع أعمال يسيرة ذات أجور عظيمة، وأقدم بين يدي هذه الخطبة قوله تعالى في سورة إسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وكان يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وصدقه العمل. وإن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا: كنا نحسن الظن بالله. لقد كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وإنما بدأت بهذه النصوص ليتبين لنا وليعلم كل مسلم علم اليقين على أن الآخرة والأجر والثواب لا ينال بالتمني، وإنما ينال بالعمل. فما عند الله لا ينال بالكسل، وإنما بالجد والاجتهاد. كان يقول بشر ابن الحارث رحمه الله: من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في كل الأحوال. وكأن معرفة الثواب والفضائل تكون سببا
في أن تسهل على الإنسان العمل. إن من الأعمال اليسيرة ذات الأجور العظيمة التي ذكرناها في الخطبة الماضية أنه من حافظ على صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة كتب له قيام الليل كله، ومن جلس بعد صلاة الصبح يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. ومن خرج من بيته متطهرا لفريضة أو لصلاة مكتوبة كان كأجر حاج محرم. ومن خرج إلى صلاة الضحى كان كأجر المعتمر. والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأجر الصدقة. ومن صلى ركعتي الضحى فقد تصدق ب360 صدقة، وهو عدد مفاصل جسم الإنسان. هذا ما قلناه في الخطبة الماضية، إضافة إلى أنه من بكر إلى الجمعة بعدما اغتسل في بيته ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيام نهارها وقيام ليلها. ويتضح لنا على أن هناك بعض الأعمال التي أو بعض الحسنات والثواب والأجر الذي يحتاج إلى مال كالحج والعمرة، فجعل الله لمن تلي بالفقر هذه الأعمال ليكسب أجر أعمال لا تنال إلا بالمال. إن من الأعمال اليسيرة ذات الأجور العظيمة أنه من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، عمل ببيت أو قصر في الجنة، عمل ببيت أو قصر في الجنة وهي دار الخلود. وبنوع هذا القصر كما قال عليه الصلاة والسلام لبنة من ذهب ولبنة من فضة، قال عليه الصلاة والسلام. وقد صح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأ 20 مرة بني له قصران. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى في اليوم، من صلى، قال عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. 12 ركعة هي التي تسمى عند العلماء بالرواتب، السنن المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ولا يتركها إلا في السفر، لا يصلى إلا إذا كان مسافرا. 12 ركعة ببيت في الجنة لا تكلفك شيئا. ركعة الفجر، سنة الفجر التي قال عن النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير مما طلعت عليه الشمس، والمؤذن يقول الصلاة خير من النوم، ما تجنيه من هذه الصلاة خير من لذة النوم. ركعة الفجر
وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء ببيت في الجنة. أما غراس الجنة فقد ورد في الحديث الصحيح لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، التقى بخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال له إبراهيم: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وهي قيعان أي أرض بسيطة، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. غراس الجنة التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وكل نخلة في الجنة كما ورد في الحديث الصحيح ساقها من ذهب، يصير الراكب 100 سنة لا يقطع ظلها. قال راوي الحديث: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وظل ممدودة، وظل ممدودة. إن من الأعمال التي ينال بها المسلم والمؤمن حسنات لا يعلم عددها إلا رب العزة والجلال، الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. ماذا يكلفك الاستغفار؟ إنما هو حركة باللسان، أصغر عضو في بدن الإنسان، لا يكلفك جهدا ولا طاقة ولا وقتا ولا مالا ولا قوة، تكسب بهذا الاستغفار عدد حسنات لا يعلمها إلا رب العزة والجلال. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كسب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. العملة الصعبة، عملة يوم القيامة، أنت إذا جاءك ملك الموت تحتاج إلى حسنة واحدة لن تجدها أبدا، يوم القيامة تحتاج إلى حسنة واحدة لن يعطي لك أحد. عدد الحسنات بهذا العمل اليسير البسيط، الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. كم عدد المؤمنين؟ أول مؤمن هو آدم، من آدم إلى آخر مؤمن، حتى قال بعض العلماء حتى مؤمني الجن، هناك من قال حتى مؤمني الجن. وهذا الاستغفار ومن الدعاء بظهر الغيب، واعلم أن دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب. لماذا؟ لأن الله يرسل لك ملك، أنت تدعو مع أخيك أن يفرج الله همه وينفس كربه ويوسع رزقه، يقول لك الملك آمين ولك بالمثل. أنت تدعو مع أخيك المسلم، والذي يدعو معك أنت هو من؟ هو الملك، ودعاء الملائكة مستجاب. أقول قولي هذا والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان أكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. عندما نتكلم عن هذا الموضوع نقول إننا لمن المحرومين حقيقة، هذا هو الحرمان الحقيقي. وقد بينا في خطب ماضية أن أهل الجنة يتحصرون على حسنات ضاعت لهم، وكان من المقدور عليهم
أن يكسبوها فيتحسرون عليها، لأن زيادة الحسنات هي رفع للدرجات. اسمع إلى هذا الحديث الذي يسمي العلماء بدعاء دخول السوق. كلما ندخل أسواق، سواء كانت أسواق تقليدية أو أسواق عصرية، من قال عند دخوله إلى السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب له ألف ألف حسنة، ومحيت له ألف ألف سيئة، ورفعت له ألف ألف درجة. ألف ألف هي مليون، ليس ديال المليون. ألف ألف حسنة تكتب، ألف ألف سيئة تمحى، ألف ألف درجة ترفع بدعاء لا يأخذ منك أي وقت، عشر ثواني. إذا دخلت السوق، لأن السوق مكان ماذا؟ مكان الغفلة وهو شر البقاع، فكان لهذا الذكر هذا الأجر العظيم. إماطة الأذى عن الطريق كما تعلمون أنه من الإيمان. والأذى كل ما يؤذي الإنسان من حجر أو شوك أو نجاسة، كل ما يتأذى به الإنسان يسمى أذى. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. لا تحقرن من المعروف شيئا. وجد غصن شوك فأزاحه، هذا أذى، فأزاحه من الطريق، وهذه الأعمال تنفع غيرك، فشكر الله عمله، عمل بسيط في أعيننا لا شيء، لكنه عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من أراد أن يأجره الله أجر الصائم القائم فليحسن أخلاقه. قال عليه الصلاة والسلام: مع أن حسن الخلق يحتاج إلى مجاهدة نفس. سوء الخلق ما هو سببه؟ نقول لكم شيء. لماذا ترى الناس اليوم لا يقبلون الحق وإن كان مخطئ ويدافع عن الحق عن الباطل ويقبل منك الحق؟ والناس الآن يقدمون الأنانية، ما هو السبب؟ السبب لأن القيادة عند أغلب الناس قيادة النفس والهوى، وده قاعدة. الناس اليوم تقودهم أنفسهم ويقودهم هواهم، لا يقودهم عقلهم ولا يقودهم شرع الله. والله قال: أفرأيت من اتخذ إلهه فأضله، فمن اتبع الهوى ضل، ومن اتبع النفس خسر. إن النفس لأمارة بالسوء، ولكن من اتبع عقله وشرع الله عز وجل حسنت أخلاقه. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الصيام يحتاج إلى جهد، والقيام يحتاج إلى جهد، في مشقة. الصيام في مشقة، والقيام في مشقة. أنت بحسن خلقك يجعلك الله عز وجل في مرتبة الذي كان يصوم النهار ويقوم الليل. قد ورد في الحديث الصحيح: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أختم لكم بشيء مهم جدا، وبشيئين اثنين. الأول زيادة الأعمال. تكلمنا عن زيادة الحسنات، هل هناك عمل يزيدك الأعمال؟ لأن هناك بعض الأعمال لا يجوز زيادة فيها. خمس صلوات، صيام شهر، ما فيه فريضة أخرى. لكن هناك عمل يزيدك الصلوات المفروضة ويزيدك كثير من العبادات، وإن كان لا يجوز لك في الأصل الزيادة في هذه العبادات. أتدرون ما هو هذا العمل؟ إنه الدعوة إلى الله عز وجل. إذا دعوت إنسان كان لا يصلي
ورغمته في الصلاة فأصبح يصلي، يكتب لك في كل يوم 10 صلوات وليس 5 صلوات. وهكذا دواليه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الدال على الخير كفاعله. ومفهوم الحديث كذلك: الدال على الشر كفاعله. والذي يؤكد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان له من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أجر بلا عمل، كيف؟ لكن الأصل العمل. هناك أجر بلا عمل، كيف تنال الأجر وأنت لا تعمل؟ بشيئين اثنين. الأول: إذا اغتنمت صحتك وإقامتك في طاعة الله، فإذا مرضت وعجزت عن القيام بتلك الأعمال التي كنت تقوم بأثناء الصحة والإقامة فإنك تؤجر عليها وإن كنت لا تعملها. أما قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم 5 قبل 5 وذكر صحتك قبل مرضك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له، هو لا يصوم إنه مريض، كان يصوم بالصحة، كتب له الصيام وإن كان يفطر. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. الأمر الثاني والأخير: النية الصادقة تنول بها أجر العمل. النية الصادقة، لما أسلم أعرابي وغزى مع النبي عليه الصلاة والسلام، أذكر الحديث بمعنى، في الغزوة غنم الصحابة فجاءه نصيب من الغنيمة، فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما على هذا اتبعتك؟ ما اتبعتك من أجل الغنيمة، من أجل الدنيا، اتبعتك لأرمى بسهمي ها هنا، وأشار إلى حلقه، أشار إلى حلقه لأرمى بسهمي ها هنا، فاستشهد وادخل الجنة. فجاءت غزوة ثانية فاستشهد فأصيب بسهم في المكان الذي أشار إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله فصدقه. وده في الحديث الصحيح: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، مراتب الشهداء، درجة الشهداء وإن مات على فراشه. كيف يقول عمر: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد حبيبك. هو الأمير لا يخرج إلى الجهاد، فكيف يستشهد؟ فكتب الله لهما الشهادة. كتب الله الشهادة بماذا؟ بالنية الصدق. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن بالمدينة لرجال ما خرجوا الجهاد، مسيتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كتب لهم الأجر، حبسهم العذر. نيتهم الجهاد لكن عندهم العذر، فهم محسوب الملا من المجاهدين، وأجرهم أجر المجاهد. ومن أراد أن يكفيه الله همه ويغفر ذنبه فليكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: الله يوفقنا في الخير ويجعلنا هداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليك، لا من شاء ولا من جاء منك إلا إليك، نعوذ برضاك بسخطك ومعافاتك من عقوبتك، ومنك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكاة خير من ذلك أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا وصعيدنا ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمر أمير المؤمنين صاحب الجنة محمد السادس المشكي وصلى الله. اللهم وفق ولي كل خير وعلم عليه. اللهم بارك له ولي عهده وأخيه وسائر أسرته منك وشعبه يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين وقي شر بيت المرضى والبطل، وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على